من ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثامن لمنظمة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية أريج تحت عنوان العمل تحت سيف الرقابة الذي نظم في العاصمة الأردنية عمان، أقيم احتفال وزعت فيه جوائز على أفضل التحقيقات الاستقصائية المشاركة من مختلف الدول العربية. الإعلامي المصري يسري فودة أكد الاستمرار في تفعيل عمل المنظمة في السنوات المقبلة في النوع وفي الكم. ربما هذا هو الوقت للنظر بعين الاعتبار إلى الكيف وإلى الجودة بالإضافة إلى الكم والانتشار بالتأكيد. من ضمن التحقيقات المشاركة عن فئة التحقيقات المرئية الطويلة تحقيق استقصائي من إعداد الزميل رياض قبيسي. العداد في زمن الحنطور كشف الصحفي رياض قبيسي طرق التلاعب والاحتيال في عدادات المازوت بلبنان من قبل شركات التعبئة. ولدى إعلان النتائج فاز تحقيق العداد في زمن الحنطور من إعداد قبيسي في جائزة المركز الأول. تذهب مباشرة إلى زميلنا اللبناني الذي حصد عديد الجوائز العربية والإقليمية، هل عرفتموه؟ رياض قبيسي عن تحقيق العداد في زمن الحنطور. نحن نطلب مستحيل، وهذا مش شعار، مش عم بحكي كلام شعبوي بمعنى انه ويدمند بوسيبل وهذه الاعلانات اللي بتشوفوها بهذا المجال، لا ابدا، بالعكس انا عايش جيدا باننا لم نحقق المستحيل بعد، وباننا حتى مش قريبين من تحقيق المستحيل، ولكنني اعلم بان المستحيل هو مجموعه ممكنات، واعلم ان هذه التحقيقات التي نقوم بها هي واحد من الممكنات. أعلم بأننا في قناة الجديد بالتعاون مع أريج نجحنا في سجن من ضباط جمارك أو ما يعادل ضباط، نجحنا في إطاحة العديد من المسؤولين بالجمارك في مواقعهم، نجحنا في إحراج نقابة الأطباء في العديد من المواقف عندما وثقنا ارتكابات أخلاقية وقانونية على الأطباء، نجحنا في كل هذه المسائل. أعلم بأنني لم أحقق المستحيل ولم أحققه في المدى القريب، ولكنني أحقق الممكنات التي ستؤدي لا محالة إلى تحقيق المستحيل. بيسي أكد أن الجائزة يجب أن لا تكون إلا حافزا للاستمرار في العمل على الرغم من المعوقات المختلفة.